متوفقين جدا، ولاعيب نادي مصر جامده جدا، وباذن الله هنتوفق اكتر. ولو كسبنا الماتش الجاي باذن الله برضه هيبقى صعدنا وتاهلنا للصعود، واحنا فرقتنا زي الفل باذن الله وكلها رجاله. طبعا لنا فرص جدا باذن الله نكسب غانا، نصعد اول عليها باذن الله. هو الحمد لله على الثلاثه بونت اهم حاجه، وان شاء الله ماتش غانا نكسب ان شاء الله. لا ده كان حلو الحمد لله، بس التبديل ما كانش مظبوط جدا، بس ان شاء الله لو كسبنا هنوصل المباراه ان شاء الله. اهم حاجه الماتش اللي جاي طبعا نعديه بتاع غانا عشان نصعد اول مجموعه، عشان ربنا يسلينا امورنا في الماتش اللي جاي بعد كده. ان شاء الله هنعدي مباراه غانا ولاعبتنا، ان شاء الله المباراه دي هتديهم دفعه كبيره قوي. ان شاء الله باذن الله ماتش غانا الجاي باذن الله نحاول نحقق احسن واحسن ان شاء الله، ومبروك الفوز لمصر ونشوف اللعيبه احسن على طول دايما كده ان شاء الله. ان شاء الله هنكسب وان شاء الله هنصعد باذن الله. باذن الله هنقدر نحقق الفوز باذن الله، واحنا دلوقتي مطمئنين خالص ان احنا داخلين على مباراه غانا، والحمد لله ان شاء الله هنفوز على مباراه غانا باذن الله. بنك سيب، البنك الرسمي للكرة المصرية. ويست سيتي كلوب، أحدث أندية الإسكندرية، نادي رياضي اجتماعي ترفيهي. الآن في أليكس ويست، ويست سيتي كلوب، مفهوم جديد للرياضة والترفيه. بدأت حكايتنا في يوم زي كل الأيام، كان دكتوري داخل السوبر ماركت بيتسوق. اهلا دي عصام. اهلا دي ياسمين، معلش اصلي تعبان شويه. تعالى كده عاوز اجيب حاجه من هنا. عم عثمان ازيك يا مس انشراح، هو ده ابن حضرتك؟ الله ده زي القمر. طبعا بعد كده حصل اللي كلكم متوقعين. استنوا، استعمال المنديل عند العطس حاجة مش صعبة ولا كبيرة، وغسيل الإيد الصح يحمينا من أضرار خطيرة. قبل ما ناكل بعد ما ناكل يبقى غسيل الإيد، وأما بنستعمل حمامنا نغسل إيدنا أكيد. لما بنغسل إيدنا بنبعد الفيروس لبعيد، ده غسيل إيدنا هيبقى وقاية وتبقى الصحة حديد. عايش تعيش سعيد وصحتك تبقى حديد، يبقى لازم واكيد نقول ونعيد اهم حاجه غسل الايد. جمعيه اصدقاء المبادره القوميه ضد السرطان، الانسانيه ضد السرطان، اتبرع على حساب ست ستات بجميع البنوك المصريه. للاستفسار اتصل ب 19.